حث 14 عضوا على الأقل في مجلس الشيوخ الأمريكي في رسالة موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب على تكثيف العقوبات ضد إيران بسبب برنامجه النووي المثير للجدل وتدخلاتها في شؤون دول المنطقة. وجاء في الرسالة التي نشرت على موقع السيناتور الجمهوري ماركو روبيو من فلوريدا أن السبب الرئيسي لطلب 14 عضوا في مجلس الشيوخ تكثيف العقوبات ضد إيران هو برنامج الصواريخ البالستية لإيران وتدخلات إيران في شؤون دول المنطقة. هذا وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن إيران تهدد ببرنامجها للصواريخ البالستية للقوات الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة ومصالح أمريكا. وأثنى الموقعون على الرسالة بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء برنامج طهران الصاروخي، وحثوا على التعاون مع الحكومة لحماية الولايات المتحدة وحلفائها من التهديد الإيراني. وفي سياق متصل، دعا المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى طرد قوات نظام الولي الفقيه وعملائها من سوريا ولبنان والعراق واليمن لإنهاء الأزمة في منطقة الشرق الأوسط. وفي بيان المجلس أكد أن قوات الحرس الثوري وعملائها من الميليشيات الموالية لها سبب رئيسي في الأزمة التي تشهدها المنطقة بسبب الصراعات المسلحة. وأوضح المجلس أن طرد قوات الحرس الثورية الإرهابية وعملائهم من دول المنطقة وخصوصا سوريا مطلب الشعب الإيراني، وهو ما هتف به المتظاهرون أثناء انتفاضة ديسمبر الماضي. مؤكدا المجلس أن الوقت قد حان لأن يتخذ المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن خطوات ضرورية لطرد قوات الحرس والميليشيات التابعة لنظام الولي الفقيه من المنطقة، لا سيما من سوريا باعتباره أمرا ضروريا للأمن والسلام في المنطقة والعالم. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورجيا واشنطن. مساء الخير دكتور نبيل. أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون الرئيس ترامب بتغليظ العقوبات على نظام طهران بسبب برنامجه النووي المثير للجدل وتهديدها للمنطقة. كيف تقيم هذه الخطوة وأثرها على الأوضاع الحالية؟ هي طبعا بتتفق مع آراء الرئيس دونالد ترامب شخصيا، لأنه لا يؤيد أو لا يتحمس كثيرا للاتفاق الذي وقعته إدارة أوباما مع إيران، لكنه عليه أن يناقش الأمر مع الأوروبيين، مع المجموعة السداسية التي وقعت الاتفاق مع طهران، وأيضا مع وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. نعم. لأن الموقف ما بين أمريكا وإيران مضطرب للغاية، هو موقف خطير، فأي زيادة في العقوبات قد تؤدي مثلا إلى مناوشات عسكرية في منطقة الخليج، قد تؤدي إلى مثلا نوع من التكثيف العسكري للوجود الأمريكي في المنطقة. فترامب يعني يتبع سياسة مرنة ومتشددة في نفس الوقت مع إيران. نعم. هو يعاديها لكنه يترك الاختيارات الاستراتيجية مفتوحة حتى يستطيع أن يكسب وقت، وأيضا يستطيع أن يكسب أكبر هدف في مواجهة محتملة مع طهران. دكتور نبيل، يعاني نظام طهران من اضطرابات داخلية مستمرة حتى الآن، وأيضا ضغوط خارجية على المستوى بل مستوى المجتمع الدولي. هل تعتقد أن هذه الضغوط كفيلة بتغيير سياسات نظام طهران، أم أن النظام ماض في سياساته المهددة للأمن واستقرار المنطقة؟ هو يعني التقييم لما حدث في إيران من حوالي شهر كالآتي، أن ده هيؤدي إلى تقارب ما بين